صباح الخير عليكم، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نديكم معايا لواحد السوق كاين من امستردام لهيه. المهم شحال ديما مشيت له، وبراس تقريبا شي عامين ولا داخل كاع في نفسي، ما انا ما مشيت له شي. والمره اللي فاتت مشاو البنات ديالنا كانت فيها تبدل ولا حسن ولا هذا، وقت اليوم واخا دابا تلاقيت معاهم، غادي نمشيو ان شاء الله تما وغنصور لكم الاجواء كي دايره تما، وغتشوفوا معنا شويه. يعني هو سوق فيه الاتراك، فيه المغاربه، فيه الهولنديين، فيه سميتو يعني من كل الجنسيات. كما تكون السوق فيه من كل الجنسيات، شويه اللي تقلب عليها يمكن حاجه ما كاينش في المغرب كتكون هنايا، ولا ما كاينش في تركيا كتكون هنايا. المهم نديكم تما وتسهروا معنا شويه، نفوجكم نديكم تفوجوا شويه معايا. هذه القهوه ديالي، جاتا مخياط ما ضروري في الصباح باش نتقابل بها. البارح كنت صايبت واحد شويه ديال الكاليت، كنت نويت غادي نصوروا معاكم ولكن ما كتبش شي، مع كنت مشغوله بشي معروضه. المهم هانتوما كيجا كان جا مزيون وكاع عجبهم، ديتو معايا لصاحبتي بعدا، وخا كيبان الشكل ديالو ها شويه ولكن راه المذاق ما شاء الله روعه. المهم خليكم معايا حتى نكون شادين الطريق ان شاء الله. السلام عليكم. يلا دابا وصلنا للسوق، ولكن كلشي تبدل عليا هنايا. كنا كنفكر في بلاصه اخرى دابا. المهم شحال تبدل هادشي هنايا، ربع عامين ولا ثلاث سنين ما جيتش هنايا، ولكن شوف شكل هادشي ولات مرونه هنا الدنيا، ماشي كيف ما كانت شحال هادي. المهم باقي ما وصلنا للسوق، نشوف كي داير هادشي. المهم غادي نوريكم، خليكم معايا. حنا كنشوفو هنايا الزرابي، خاصني الزربيه كنشوفوش هاد اللون هذا، ولكن غيتوسخ دغيا. كيدايروا 49 يا 145 يورو، ولكن فيهاش بزاف دونكر. هادي ما تجينيش، لا هاد اللون هذا صافي غادي نخرجو هنايا. دابا خصي يكون فيها شويه الذهبي على شويه القهوي على شويه يا ولكن خرايس. انا ديك الساعه ما يكونش عندي كاع خرايس لداخل، الكري ما غاديش لداخل صافي نحيدو. هادي زوينه، هادي زوينه، ولكن انا ما عنديش هاد الحمر هذا. هادي زوينه، نمشي خصني نمشي للبعيد باش تبان. هادي زوينه، قهوي مع الضوغي مع سخون الحال هنايا. شوف زكريا، شوف وحده داك اللون الاخرين، شوف هادي شحال زوينه، خصها 60 ليره. زوينه هادي زكريا، جبد هذيك اللي مليها يا جبد هذيك، جبدها شوف هذاك اللون غيجيني راه هو. لا هذه زوينه عجبتني هذه، وكيما تجينيش لا داك اللون ما يجيونيش. ها هو اللي غادي يجيو هذا، هذه اوكي دايسه. يوقع شي حاجه او ريش مو ناتسين تاع هذيك الجبده زكريا زوينه. يمكن شوف شحال، شوف شحال فيها الثمن زكريا، 145 يورو اوكي. كتجي تقريبا 30000 ريال او صغيره. لا خصني 3 متر على 2 متر. كعجبنا هاد اللوينات هادو خفافين ولكن صغيورين هادو. شوف الشكيلات كي دايرين، هادو 150 ليره، يعني هاد الزربيه البلديه اللي معروفه. المهم خليكم معايا غادي نمشي ندوركم مازال شويه. دابا هي هاد الجهه هادي معاها حيد الصوت، كاينه الموسيقى بزاف، وختها تعملي شي مشكله في الفيديو. كاين هاد سميتو هادو الحوايج، فين كاين العبايات، فين كاين الحوايج ديال العرب. دابا هاد المره هادي ملي مشيت كنلقى بزاف، دابا كاينين السوريين والعراقيين وداك الجهه ديال الصومال والايثيوبيين هما اللي شادين دابا دوك البلاصه. المغاربه دابا ولاو قلال تما، خصوصا هاد الجهه الجديده، لان المغاربه بقاو في الجهه الاخرى وعاد ما بقاوش بزاف تما. ياك كاع اللي كنا كناخذو من عندهم الحوايج شحال هادي كلهم ما بقاوش تما. هادو خلاص هادي كتبيع الحوايج ديال محتاجبات، يعني كاين الشيلان، كاين اللباس الطويل، كاين المهم اي حاجه
كيقلب على شي حاجه كيلقى في هذه البلاصه هذه في هذه الحانوت هذه. وهاد البلاصه هذه راه بحال ريستورا دايره. المشكله الموسيقى ما قديتش نخلي غير الصوت كيف ما كان. وهاد الجوايه هادو لان اليوم السبت راه كلشي مسدود هنايا تقريبا، بزاف ديال الحوانت اللي مسدودين غير الحد اللي كيحلوا كاملين. هادو عاوتاني داكشي ديال القران، وهذا شوفوا هذا الديكور هذا شحال غزال، بحال داكشي ديال اللي كانوا كيلبسوا في حريم السلطان. فيه هذا الذهبي هذا ولا الدوغي، فيه هذا سميتو هذا الكري، المهم فيه الذهبي والفضي، فيه جوج ديال الالوان. عندهم هنا كيبيعوا القران، كيبيعوا داك الكتب الدينيه، كالمصلى، كيبيعوا العبايات، كيبيعوا هادو مثلا مختصين في هذا الشيء هذا. حتى داك البخور داكشي كتلقاهم حتى هنايا. هادو مصليات تبارك الله، صليات كبارات وثقيله باش هزيتها. وراه ها هي سميتو ديالها هنا كما فين محطوطه، يعني زوينه بزاف. هادو خلاص هادو صوماليات وكيبيعوا عندهم تما محل. شوف هاد الديكور هذا حمقني. وكاين دابا خرجت عندي واحد الديكور اخر عاوتاني، فيه الترموس ومعلقين عنده الكيسان ديالو، ماشي ضروري من الصينيه. داكشي جا بحال الورده، فيه الذهبي وفيه هذا الفضي هذا، يعني زوينين بزاف. وملي سقيت على الثمن قالت لي 65 الايرو ديال هادو، وتقريبا داكشي كلشي اللي عندها قالت لك 65 الايرو تقريبا، كلشي داكشي اللي عندها تما. يعني عندها ديكورات زوينين عجبوني بزاف، ولكن قلت حتى نسالي الدار ان شاء الله حتى نكمل داكشي كلشي، عاد غادي نمشي نشوف اللي غادي نجيب. ما بغيتش نبقى نعمر عليا عاوتاني في الاخر ما نلقى فين نديرهم. وهذا هذه بحال البلاطو عاوتاني كيديروا فيها المبخره، كيديروا فيها سميتو. وهذه ثاني حتى هي، المهم عندهم حويجات زوينين. هادو عجبوني، هادا سميتو هاد الشوميجات هادو، شوف كي دايرين. هادي هي وقيله مغربيه اللي كتبيع هاد الشي هذا، وهادي خلاص كتبيع داكشي ديال العريسات وديال الحفلات. والاثمنه في هاد البلاصه هادي كتكون رخيصه بزاف، على الا خديتي مثلا من المحل ديال الهولنديين. هادو التكاشوط هادي واخا هي مغربيه ولا مغربي، المهم كيبيعوا التكاشوط. هنا الاثمنه لا باس بها، يعني كانت تكشيطه اللي 450 ايرو، 400، 300، 250. هادو البنات ديالنا كيستناو. اختي عجبتها التكشيطه الكحله قالت لك زوينه، الا منبته كلها بالعقيق. المهم هي كلها منبته زوينه، ولكن ما انا بالنسبه لي سقي. شحال زكريا قدامي، شحال قدامي فقط. تشوفي معاك هذيك ديال غاتاي اللي شربنا عن صورتي. يا نيشان دابا نقلب عليها كلو. اوه كرة خضر. هانتي هذا غيجيني في الدار. لطيفة؟ هذا غيجي دابا في الديكور الجديد هذا، أولا هذا 225 هذا اللون هذا. يا هذاك اللون هذا غيجيني برسيس. بدا هو اللي بدلت. واش غيتخيل؟ ندير واحد هكا واحد هكا. هذاك الصغير اللي سيقت عليا. دابا أنا محتاجة واحد سميتو في الدوغي بعد النيت. دابا أنا زوين هادشي هذا. هادشي ديال الكري. فيرمون. كيك حتى ديك زوينة. هانتي. حتى هادي غتجيني. فيرمون دايسا هادشي دوز. هذا هو اللون دابا اللي غنديرو في الدار، نحيد داك الكري والكحل، غيجي هاد اللون هذا مع الابيض مع الذهبي. اوكي هادشي ان شاء الله شحال ديال زوين. هادو كنقربهم هادو كنشوف شنو اللوينات اللي غادي ندير. ماشي اللوينات راه باينين، خصو بيض والدوغي، ولكن الديكورات اللي فهمتي فيها الكحل، فيها الدوري هذا، الحوايج عندهم هنا كيحمق. شوف هذاك سميتو الفوق راه هو كنقلب حتى نروح الطابلو في سميتو في الدوغي، غنحيد داك الكحل غنديرو في بلاصتو. كيف كاين تشوفي معايا في خاو؟ خاو ديك الوستيك فيرموي ماي، كاين غير الكحل والكري. يا واش دابا الذهبي اللي ولا هذيك المرايه هي الموي سخيفه.
كم ساين دين هذي؟ شو المرأة هذي؟ المرأة في الذهبي. شو الثمن ديالها؟ شو الثمن شوية؟ يا طول رابطة هي اللي غادي تسمى الفوق نحيد ديك الكحلة من تما. اوكي انا كنشوفهم من بعد كنقول لهم غير يشريو غادي يرجعوا نضربوا دويره واحده اخرى ثانيه دابا غير كنشوف فاش كل مره كتبان لي حاجه خصني نقرا هادشي داكشي ديال سميتو كوزينه الفرار والجميله الفلفل الكوكو حتى شي حاجه كبيره شوف هذا ماشي مغاربه هذا وقيله سوريين شوف شنو كيبيعوا هادشي هذا ولا الاطراك ما نعرف المهم هذا اللي تسمى المعمر بالسبيناجي وهذا وقيله معمر بالشمال باش معمر ما نعرف ولكن البنات قالوا لي كان جي الفراد هنا انا بلاصه عمري ما جيت لها من بعد ما تبدلات دابا شي عامين دخلت ما جيت هنايا من بعد ما تبدل بحال قسم السوق ما عرفتش كيف ما كان هانتوما هاد سميتو هاد البلاصه هادي في عاود ثانيه في التمر وداك التقاوت وداكشي شوف هاد التمر هذا ما شاء الله عرفتي شحال زويون وكيعمل 20 يورو الكيلو هذا هو الملس ماشي اللي معمر هاد الملس اما المعمر داك راه العادي المجدو اللي معمرينو بالقرقع وخلاص عندهم هنا دوك الكلافه والكنافه وداكشي اللي كيبيعوا الاتراك لكن هادو مغاربه كيبيعوا داكشي واحد ديال الاتراك وديال السوريين حنا شينا من داك التمر شينا 5 ديال الحبات انا دقت غير وحده ما شاء الله زعما وهاد الجويه عاوتاني شوفو ديال الاثاث المنزليه بعدا نيت هذوك الضوا ودوك المبتريات ودوك الديكورات يعني تقريبا فين ما مشيتي هو سوق كبير بازار كبير ومقسم على 4 واقيلا اللي مقسم كاينه الجهه ديال الذهبيه من بعد ملي غنتغداو ان شاء الله نخرجوا نصور فيها شويه لان تما ممنوع باش تصور لداخل المهم غادي نحاول نصور شويه لكم غير تشوفوا كيما غاديش نقرب لكم الذهب وداك الشيء وكاين بزاف داك الذهب ديال الشرق الاوسط المهم بعدا نصور لكم ان شاء الله هنا هذا الشيء ديال الاثاث المنزليه زعما كان فيه داك الشيء زويون وانا كنقلب على واحد الطابلو هنا كاين هذا الشيء ديال الهنود ما صورتش بزاف غير هاد اللقطات وخلاص مهم تشوفوا شويه ديال داكشي الحوايج ديال الهنوده وهذا مكان هذه هاد البلاصه عجبتني بزاف جلسه عربيه عندهم فيها القهوه بحال اللي بغى يجلس يشرب القهوه واتاي وداكشي وكيبيعوا هاد التريات هادو بعد داك السيد اللي تما كنرمون شي الله اعلم هو تركي وهادو اللي معاه سوريين قال لك انايا الناس يجيو يجلسوا يشربوا القهوه واتاي نفرح اللي كيبيع القهوه مول القهوه قال لكم نفرح حتى انا الناس ملي غيكونوا غاديين شي واحد تريه يديوها معاهم المهم عندهم داك الشيء زويون داك الشيء ديال الشام السوري والتركي مع بعضياتو داك الشيء غزال زعما عندهم الحوايج بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هذا الشيء هذا واللي عندهم الديكورات في الدار وهاد السيده هادي راه كتبيع هاد الشيء ديال سميتو ديال هاد ديال العرس قالت لينا علاه فهاد سميتو كدير 900 يورو فهاد الكسوه البيضاء اللي طلبات لينا وهذه الجهه الاخرى عاوتاني ديال السويقه هاد الجهه هادي ديال هنا كيبيع داكشي ديال المهم كلشي ما تقولش مثلا هاد الا زعما فين كاين مولين الذهب اللي كاين غير الذهب تما اما الباقي عندهم كلشي مخلص غادي تبيعو غير خرطاسونات حاجة دراية خرا ديال الأفراح وحاطين هاد سميتو فلوس غادي هذا الدجاج.
هذا الدجاج ديال المغرب، دجاج المغرب عندهم المحل داخل في دايره. انا غير الدجاج كيبيعوا هنايا طيب، ما بقاش كيكون من داك الشيء. مازال غادي نرجع ناخذ منه ندي للدار باش ناكلو هنايا، نرجع من بعد ناخذ ندي للدار صافي ماشي مشكل. المهم ثاني كاين صدر ديال الدجاج الى بغيت. لا لا كاتب لنا هادو حار، لكن هذا الحار والاخر ماشي حار. لا لا الحار انتما هادو كيبيعوا داك الشيء اللي كيصايبوا هنايا. كاينين العيالات ما قدرتش نصور العيالات، ولكن نصور غير شويه كيف كيصايبوها هنايا. كاينه السبيناجي، كاينه البصله، وهذا كاينه غادي ملي نمشي ناكل فيها كنت كناخذ منها بعدا غير المناقيش ديالها. شنو غادي تزاد؟ هذا البن ديالهم، البن التركي. شوف السلام عليكم، هذا يكون نخترو ان شاء الله. والله السلام عليكم، هذا ديال الفورمال. شوف هذا بحال السنه راه كاينه، خاصنا ندوق ثاني من هذه. هي خلي لي شي ديال تما ودي كده صو خوصوا علي أربي طابل آر صدوك على معلقة ديال داكشي. أنا كان صعب لكونا فول كتين وثمان هاري ووريهم في الطاح لك خوصنا عليك. خوصوا علي يا الله بقى يا الله بقى طيرك بقى طاح الآر وشي بقى كيشوفيها ويبتحوا الآر الجهة اللي بدأ نفس البلاصة فين واقفين تما عندهم في الدورة ثانية عندهم بحال هادشي هذا ديال أنواع ديال الكنافات اللي كاينين راه ما شاء الله. وداك الشيء كيتصاوب ديك الساعه وماشي زعما عاد جيب مسكي كاين اللي كيجي مثلا من البلاصه بعيده كتكون صايبه 3 ايام 4 ايام قبل ولا سيمانه قبل هذه ولا نورمال هاي خفت نباكي نتاع شلاله. خلي نشوف خلي نشوف. ما هو قال هذا دابا اوكي هاي شي فرخيته خمس دابا صافي. هذه الجوله ديالنا الاخيره، بغيت نوريكم داك الجهه ديال الذهب. المهم صورت لكم شويه هنايا تقريبا كما قلت لكم راه كاين غير الذهب ديال الشرق الاوسط تقريبا اللي كاين. المهم نقول لكم الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم مع الناس اللي كتعرفوا. ما تنساوش ديروا لي جيم، واي واحد عنده شي سؤال ولا هذا راه دائما كنخلي في التعليق في كل فيديو كنخلي في التعليق انستغرام ديالي. يدخلوا عندي الانستغرام واللي باغي اي حاجه يدخل عندي الانستغرام او يخليه لي في التعليق عندي بحال بحال. وشكرا لكم بزاف، ويا ربي ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير يا ربي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.